تصريحات ورسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية وعدد من المشروعات والمتاحف الجديدة بمدينة شرم الشيخ. عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد نتيجة أحداث عام 2011 كان له تأثير سلبي على كل القطاعات بما فيها قطاع الآثار وتطوير المتاحف، فعدم الاستقرار يعني ضياع الدولة لمصر وغير مصر. لدينا 72 جامعة بمختلف أنواعها، ونحتاج 400 مليار جنيه لتوفير جامعة لكل مليون بحلول عام 2032. لدينا 30 ألف طالب مصري في الخارج، وهم يشكلون عبئا على الأهالي والأسر، وليس الأمر بالمال في ظل ظروف كورونا. نسعى لاستيعاب هذه الأعداد في مصر. نعمل في أراض خام بسيناء ونتحقق من الإجراءات قبل تنفيذ المشروعات.